نحن المسلمين هل نخالف قوانين ديننا؟ لأن احنا ما عندنا قوانين بلاد، احنا في الشريعة الإسلامية فقط اكو قانون دين، قانون البلد إذا يوافق قانون الدين فبها، إذا قانون البلد لا يوافق قانون الدين مكان قانون البلد البحر. قانون بلد يخالف الدين هذا في الإسلام ماكو شرعا، وإنما في الإسلام قانون الإسلام فقط. هل نحن المسلمين هكذا قوانين بلادنا؟ اذهب إلى حيث شئت من بلاد الإسلام تجدها قد طرحت قانون الله إلى جانب لا أكثر ولا أقل، بينما المسلمون الأولون الذين صعدوا وسعدوا كانوا ملتزمين حرفيا بقوانين الإسلام، ونحن ما دام مو ملتزمين حرفيا بقوانين الإسلام إما الغرب يصفعنا وإما الشرق يصفعنا. القاعدة كلها برد يوم نحن نصير مستقلين، اليهود تذهب عنا، نكون أمة قوية ذات كيان وسيادة، إذا قوانين الله رجعت إلى البلاد نحن نصعد ونسعد، وإذا لا قوانين الشرق والغرب وقوانين الهوى والدجل والكذب وهذه الأشياء فإننا أمة ساقطة.